نبدأ أول أخبارنا في تويتر بانتشار خبر انطلاق كأس خليجي 25 في البصرة، بس مو هذا موضوعنا. موضوعنا أنه تم اختيار أول امرأة سعودية للتحكيم في البطولة، وتم اختيار عنود الأسمري ضمن طاقم التحكيم بعد حصولها على الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ألف مبروك للبطلة عنود اللي كانت في قائمة الحكام السعوديين الدوليين 2023.